نروح لزميلنا مسفر. مساء الخير يا ابو اديب. مساء النور ابو ابراهيم، امسي عليك بالخير وعلى الضيوف الكرام وعلى الساده المشاهدين. شو السناب الحلو اللي تو صورناه مع بعض؟ انت شيء تصوره انت عبد الله لازم يطلع فيه يطلع أيوة. حلو وانت فيه طرف يعني. طيب ازعل منك ابو عابد. نقول بسم الله. يلا بسم الله. نروح لخبرنا الاول، يقول الاهلي يخطف نجوم الاتحاد. تشير انباء عده عن توقيع اللاعب الاتحادي فهد المولد للنادي الاهلي. الإعلام بيكون خلال الساعات القادمة، وتأتي هذه الصفقة بعد مرور 24 ساعة على توقيع الأهلي مع عبد الفتاح عسيري، والاتحاد يعيش فترة صعبة تتمثل في عدم قدرة الإدارة على المحافظة على نجوم النادي. عبد الله اللي معه دراهم ذي اليومين يخوف يخلص بسرعة يخلص، وبعدين ما يظهر قبل الفجر والأمور منتهية. ما يبيله والله دراهم، والله ما أدري شو أقول أبو عابد، الله يعين أنديتنا. بس نروح لخبرنا الثاني، واللي يقول الاتحاد يتخلص من أسامة المولد. أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيان تودع فيه اللاعب أسامة المولد بعد توقيع مخالصة مالية نهائية قدم رئيس النادي إبراهيم البلوي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف الشكر والتقدير للاعب، مؤكدا بأن كل ما قدمه سيحفظه له التاريخ بمداد من الذهب في صفحات مضيئة لن تنسى. عبد الله خطاب يعني أسامة المولد خدم المنتخب خدم الاتحاد، تيجي تعطيني خطاب وان التاريخ بيحفظ لي؟ يحفظ لي التاريخ اكيد، بس هو ابو اديب حسب المعلومات اللي عندي بانه لمصلحه الاتحاد ولمصلحه النادي توقيع المخالصه. إيه في امور ماديه راح تفيد. لا خلني من الامور الماديه، عفوا المقاطعه، خلني من الامور الماديه بس قل لي. طيب ترى فيه بنوعد بحفل حتى لو ما تسويه، ما وعدني يعني وقت الحفل انت، هذا حفلات الاعتزال والمهرجانات تكريم ولا باي باي. أجل الله يعينه. نقول له موفق وبيحفظ لك التاريخ أسامة من عندي أنا برضو. كل سنة وأنت طيب. يستاهل. نروح لخبرنا الثالث، اللي يقول سلمان المالك تبقى من ديون النصر الخارجية 5 ملايين. أكد عضو شرف نادي النصر وممثله في القرض البنكي سلمان المالك أن إجراءات الحصول على القرض تمت بنجاح، من المنتظر البدء في تسديد المستحقات الخاصة بالقضايا الخارجية على نادي النصر خلال هذا الأسبوع. كشف المالك بأن المبلغ المطلوب 35 مليون بعد تسويته من 70 مليون والقرض المصروف بقيمة 30 مليون. روح لخبرنا الرابع، واللي يقول رمز الفريق النجراني يطالب ببقائه. ناشد حسن اليامي نجم نادي نجران الأمير عبدالله بن مساعد بإلغاء الهبوط وزيادة عدد الأندية، ومطالبات اليامي بسبب الظروف القاسية اللي مر فيها النادي هذا الموسم، كاشفا بأن نادي نجران هو المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة وأحدث حراك كبير هناك. عبدالله بغض النظر عن نادي نجران أو الظروف اللي حصلت له أو كلام الكابتن حسن اليامي، كل سنة وحنا نسمع بتزيد الفرق ل 16 بتبقى على 14 بتنزل 12، صارت إشاعة سنوية زي إشاعة الإجازات بتتمدد ما هي بتتمدد، نفس الشيء مع نهاية الإجازة، فما أدري إيش السالفة. تتوقع؟ أنا أتفق معك 100%. أنا من بداية الموسم قبل ما نبدأ الموسم وأنا عارف إن هذه الإشاعة راح تطلع في نهاية. هذه حاجة معروفة. هذه شيء أساس. بس تتوقع يصير شيء السنة هذه عشان نجران؟ لا ما أعتقد. أجي خلني أروح الخبر الأخير أحسن لي. خبر الأخير، النصر ينازل فريق عربي من أجل الأهلي. النصر يعسكر في مصر من الخميس القادم من أجل الإعداد لنهائي كأس الملك، وسيلاقي نادي الإنتاج الحربي على استاد السلام بالقاهرة وديا على أن يعود للرياض يوم الأحد لمواصلة تدريباتها المغلقة استعدادا للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين. كانت عبد الله هذه أهم أخبارنا، أتمنى لك التوفيق وللضيوف الكرام. الله يعطيك العافية. الله يعطيك.